جريمة بشعة وقعت في المدينة المنورة صدمت الرأي العام العالمي الذي وقف ذاهلا أمام هول جريمة ذبح طفل في السادسة من العمر لمجرد أن أمه رددت عبارة الصلاة على محمد وآل محمد. وحدثت الجريمة المروعة حينما استأجرت سيدة سيارة أجرة في المدينة المنورة وقد علم سائقها بأن السيدة من المسلمين الشيعة، فقام بخطف طفلها زكريا جابر الذي كان برفقتها وأقدم على ذبحه بقطعة من الزجاج أمام أنظار والدته التي توسلت به كثيرا وطالبت بأن يذبحها بدلا عنه. لكن هي الآن في وضع صحي غير طيب أو في حالة من شبه الهستيرية. المرأة عاطفتها وشاهدت المنظر كيف أنه نحر الطفل قدامها، طبعا هذا الشيء عمل يعني شيء فظيع. لكن شو نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ردود أفعال قاضبة متواصلة ومستمرة حيال الجريمة التي اعتبرها الكثيرون بأنها نموذج صارخ آخر على إرهاب الوهابية، وأن هذه الطائفة المنحرفة ما تزال تسيطر على المملكة على الرغم من ادعاء قادتها بأنهم ينهجون منهج الإصلاح. ونددت شخصيات سياسية ودينية بالجريمة واستنكرت صمت السلطة ومحاولتها تبرير الجريمة بالزعم إن القاتل كان مختلا عقليا، إلى أن شهود العيان أكدوا بأنه كان بكامل قدراته العقلية وأنه ردد كلمات وعبارات طائفية مسيئة ضد مذهب آل بيت الرسول صلوات الله عليهم. تكتم يعني لحد الآن لا توجد أي صورة للقاتل لأنه فضيحة. يعني شنو رجل عمره 35 سنة أو 40 سنة يقوم بذبح طفل عمره 6 سنوات، يعني هذا اللي خلفه لإسمه زكريا، لا لذنب إلا لأم لأن أمه شيعية يعني بدوافع طائفية وأحقاد دينية. صلاة الجنازة تحولت إلى مكاشفة بشأن الجريمة وحقيقتها والأبعاد الطائفية التي ميزتها، وأنها امتداد لأحقاد تاريخية متأصلة لدى أتباع الوهابية التكفيرية. وها هو الضحية الثانية لحرملة، هذا هو الطفل الرضيع زكريا أيضا ضحية لحرملة الآخر الذي ذبح هذا البريء الطفل الذي لم يجري جناية ولم يدري ما الغاية. أشرف الله تعالى مع طفل الحسين. تشيع الطفل المغدور جرى وسط أجواء من التوتر فيما النظام ما يزال ينتظر المحاسبة الدولية حيال جريمة ذبح الصحفي خاشقجي في إسطنبول. الفرور الفرور